أهلا بكم في برنامج صدى الأقلام، نسلط الضوء فيه على أبرز ما تناولته الصحف حول القضايا العراقية والعربية والعالمية. اليوم نقرأ مقالات تتناول دور الميليشيات في العراق، الأزمات الاقتصادية وتردي الخدمات. انتظرونا بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ منها مقالا بعنوان مشكلة اللا دولة في العراق بقلم علاء كرم الله. في هذا المقال يطرح الكاتب علاء كرم الله تساؤلا حول ما سماه مشكلة اللا دولة في العراق. يوضح أن الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 لم يسقط النظام السابق فحسب، بل أدى إلى تدمير كامل للدولة بكافة مؤسساتها. وعلى الرغم من مرور أكثر من 21 عاما على سقوط النظام وقيام 7 حكومات متعاقبة، لا تزال هيبة الدولة ضعيفة في نظر الكثيرين. يعود السبب في ذلك إلى غياب السلطة المركزية وفشل الحكومات المتعاقبة في فرض سيادتها على قوى متعددة تتنافس على السلطة. غالبية العراقيين لديهم شعور بأن العراق الجديد لا تحكمه سلطة الدولة والحكومة وقوانينها وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، وهو الذي يفترض أن يكون، بل هناك الكثير من القوى الأخرى التي تنازعها وتنافسها القوة والسيطرة على الشارع العراقي. فالمرجعيات الدينية على اختلاف مذاهبها والعشائر العراقية والفصائل المسلحة التابعة لبعض الأحزاب السياسية القوية والعصابات والمافيات المنظمة والتنظيمات الإرهابية وقوات الصحوة وحتى حمايات المسؤولين، كل هؤلاء يمثلون مراكز قوى مؤثرة في الشارع العراقي، إضافة إلى الشركات الأمنية الخاصة لحماية الأمريكان والإنجليز والسفارات والبعثات الدبلوماسية. وغالبية هؤلاء من المرتزقة ومن جنسيات عالمية مختلفة، ناهيك عن وجود القوات الأمريكية وسفارتها التي تمثل مركز الثقل الأكبر والقوى لكونها صاحبة الحل والعقد في الشأن العراقي. كل هذه القوى بمختلف توجهاتها وغاياتها وأهدافها عكست صورة مشوهة لا لضعف الحكومات التي قادت البلاد من بعد الاحتلال، بل لفقدان هيبة الدولة بشكل عام. وأخيراً، إن غالبية العراقيين ومنذ الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم للعراق ولحد الآن يشعرون بشيء من الأسى والخوف بأن هناك أكثر من دولة داخل الدولة العراقية، فمتى تنتهي مشكلة اللا دولة بالعراق؟ عندما يسخر البرلمان من العراقيين بقلم علي حسين. في هذا المقال ينتقد علي حسين بشدة أداء البرلمان العراقي وصفا إياه بمصدر للسخرية بالنسبة للعراقيين. يشير الكاتب إلى أن البرلمان يبدو غير معنيا بقضايا الشعب الأساسية كالضمان الاجتماعي والصحي، بل يركز على مواضيع بعيدة عن احتياجات الناس كتعديل قانون الأحوال الشخصية، كما يسلط الضوء على كيفية استفادة النواب من الامتيازات الشخصية مثل بدلات الإيجار ومخصصات الحمايات، بينما يعاني المواطن العادي من الفقر والبطالة. يتساءل حسين عن الرسالة التي يوجهها البرلمان للشعب خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح رمزا للفساد والتهاون في بناء الدولة. نتابع. ما يحدث في البرلمان من معارك على الامتيازات وعدم انتخاب رئيس للمجلس يفضح مخططات بعض القوى السياسية ويثبت للجميع أن النواب لا يضعون الخطط لبناء مؤسسات الدولة ولا يسعون إلى إقرار قوانين تصب في خدمة المواطن، وإنما خطتهم الأساسية تحويل العراق إلى شركة استثمارية تصب أموالها في جيوب السادة السياسيين وأقاربهم وأحبابهم. وإلا ماذا نسمي ما جرى تحت قبة البرلمان من حديث عن بدلات إيجار ومخصصات حمايات وتحسين معيشة للسادة النواب؟ ماذا نسمي ما فعله رئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي عندما رفض سماع أصوات النواب الذين اعترضوا على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ دعوني أسأل نواب البرلمان، ما هي الرسالة التي يريدون أن يوصلوها للعراقيين من خلال خطابات وأفعال لا تنتمي للواقع؟ للأسف بعد 21 عاما لم يعطي البرلمان العراقيين ما يمكن أن يتعلقوا به أكثر من مصطلحات عن الانبطاح والتوازن والأغلبية والتوافقية. ماذا سيقول المواطن الذي لا يملك ثمن عشاء لأطفاله ويسكن في بيوت من الصفيح
في الوقت الذي تحول فيه العديد من النواب السابقين إلى أصحاب ثروات وفضائيات وشركات في دول الجوار وقصور وشقق في بيروت ودبي ولندن، ولم يسألهم أحد من أين لكم هذا. وإلى صحيفة صوت العراق نقرأ منها مقالا بعنوان: هل باعت إيران وحسن نصر الله ومحور المقاومة بسعر رخيص؟ للكاتب جمعة عبد الله. في هذا المقال يظهر الكاتب تخلي إيران عن محور المقاومة وخاصة حزب الله أمام ضربات الإسرائيلية، ورغم القوة العسكرية الهائلة التي يدعيها الحزب، لم يسعف هذا المحور الشعب الفلسطيني في غزة سوى بضربات هزيلة، بينما ردت إسرائيل بقسوة أكبر ملحقة دمارا هائلا بلبنان خصوصا جنوبه، ورغم تدمير العديد من المدن اللبنانية واغتيال قائد حزب الله من بينهم حسن نفسه، التزمت إيران الصمت. هذا الصمت المريب يعكس تخلي إيران عن حزب الله وتفضيلها مصالحها الخاصة على دعم حلفائها، ما يجعل السؤال المطروح: هل باعت إيران حسن ومحور المقاومة بسعر رخيص؟ هل باعت إيران حسن نصر الله ومحور المقاومة بسعر رخيص؟ كل هذا التدمير الشامل الذي أصاب حزب الله ولبنان، وإيران تتردد بالرد والعون والمساندة. إيران فضلت تقديم حزب الله قرابين للوحشية الإسرائيلية المدمرة ككبش فداء، كما تقدم غيره من محور الممانعة، ولم تتوقف إسرائيل بضرباتها الصاروخية واغتيال القيادات بسهولة في كل مكان، وإيران تقف على الحياد بعدم التدخل كأن الأمر لا يعنيها، مفضلة مصالحها الخاصة. ورغم الخسائر البشرية وتدمير الهائل لحاضنة حزب الله، هذا الصمت الخجول والمريب من قبل إيران دون أن تقدم العون لوقف المجازر البشرية، فمدن الجنوب أصبحت مثل غزة. وأمام الموقف الإيراني المخجل والمخزي، هل باعت إيران محور المقاومة بسعر رخيص من أجل الحفاظ على مصالحها الخاصة؟ أين شعارات تدمير وفناء إسرائيل بالكامل؟ ننتقل إلى صحيفة العربي الجديد، نقرأ منها مقالا للكاتب سامح راشد. يتناول سامح في مقاله العلاقة الفريدة بين إيران وحلفائها وخاصة حزب الله. يشير الكاتب إلى أن هذه العلاقة ليست متبادلة كما يبدو، فهي تعتمد على تبعية شبه مطلقة من الحزب تجاه إيران، بينما تقدم إيران الدعم المالي والعسكري إذ تتوقع بالمقابل نفوذا كبيرا داخل لبنان وداخل المنطقة. لكن المفاجئ أن طهران أظهرت خفة في رد فعلها تجاه اغتيال قادة حزب الله بمن فيهم حسن نصر الله وعدم تدخلها في التصعيد الإسرائيلي. يبدو أن الحزب أقل أهمية مما يعتقد، وأن إيران قد تكون مستعدة للتخلي عنه مقابل تحقيق مصالح استراتيجية أكبر. نتابع. ليست العلاقة مع طهران كما يبدو في الظاهر أو كما يتصور بعض متابعي التطورات الإقليمية أنها قائمة على اعتماد متبادل أو دور وظيفي في مقابل مظلة رعائية، بينما في الواقع يمكن إجمال تلك العلاقة بإيجاز في وصف واحد، وإن بدا مخلاً، بأن حزب الله مسؤول أمام إيران وهي لا تسأل عنه. فوزن حزب الله عند طهران أقل بكثير مما قد يبدو في الخطاب الإيراني أو قد ما يظنه رجال الحزب ذاته، وهو ما قد يفسر ربما ردة الفعل منخفضة الحدة التي بادرت من طهران على اغتيال حسن نصر الله وقبله كبار القادة في الأسبوعين الماضيين. وقبل هذا وتلك، امتناع إيران عن الوقوف إلى جانب حزب الله لمواجهة العمليات الإسرائيلية أخيراً، بل إنما كشفته التسريبات عن رفض طهران المشاركة المباشرة في أي من درجات العمل المسلح لردع إسرائيل، يؤكد خفة وزن الحزب لديها أو ربما تراجع قيمته وانحساره على وقع رؤية طهران وتقديراتها لمسار المستجدات المتلاحقة في المنطقة، وربما أيضا الترتيبات الإقليمية الجديدة المحتملة في المستقبل القريب. ولعلها ليست مبالغة إذا لم نستبعد دورا إيرانيا ما في سلسلة الاختراقات الأمنية التي تعرض لها حزب الله أخيرا وبنحو غير مسبوق وغير مفهوم بل غير منطقي.
نقرأ مقالا آخر من صحيفة الشرق الأوسط للكاتب غسان شربل، يستعرض المقال التغييرات الدراماتيكية التي ضربت حزب الله بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. رغم القوة التي طالما اشتهر بها الحزب، لم يكن أحد يتوقع هذا الحجم من الخسائر. يطرح السؤال، أين إيران من كل هذا؟ هل كانت قادرة على التدخل في الأيام الأولى أم اختارت عدم التدخل؟ المقال يشير إلى أن حزب الله قد يجبر على إعادة ترتيب علاقاته الداخلية والخارجية، خاصة مع غياب حسن وتأثيره الكبير. تبدو إيران في ظل هذا الوضع غير راغبة أو غير قادرة على الحفاظ على دورها كحمية ما يسمى محور المقاومة، مما يثير تساؤلات عن مستقبل الحزب وعلاقته بطهران. قبل أسبوعين فقط كان من المستحيل على أي مراقب تخيل مشاهد من هذا النوع. كان الانطباع أن حزب الله قوة متراصة يصعب تحقيق اختراق عميق فيها، وإن كان يتوقع حدوث اختراقات على هوامشها لم يحدث أن تعرض فصيل مسلح لمثل ما يتعرض له الحزب. حماس المطوقة في غزة لم تتعرض لشيء مشابه على رغم الدمار الواسع الذي لحق بها وبالقطاع. من يستطيع إخراج لبنان من هذا الجحيم؟ وما هو الثمن؟ وهل يستطيع حزب الله الموافقة على إخراج جبهة جنوب لبنان من المواجهة مع إسرائيل بعد كل ما لحق به؟ وما هو خياره الآخر؟ وأين تقف إيران؟ هل كانت تمتلك فرصة للتدخل غداة اليوم الأول من الأيام العشرة الرهيبة؟ هل هي غير قادرة أم غير راغبة؟ أسئلة كثيرة ستطرح عندما تتوقف عاصفة النار. كيف سيقرأ حزب الله الزلزال الذي استهدفه مع بيئته؟ كيف ستكون علاقته قياداته الجديدة مع إيران في غياب نصر الله الذي كان معترفا له بدور الشريك أو ما يقترب منه؟ كيف ستكون علاقات حزب الله داخل البيت اللبناني، خصوصا إذا اقتضى وقف إطلاق النار تطبيقا جديا للقرار 1701 ودورا جديا للجيش اللبناني إلى جانب اليونيفيل هناك؟ الرسوم الكاريكاتورية الآن. نازحون من جنوب لبنان يبيتون في العراء بشوارع بيروت وسط انتقادات وجهت إلى الحكومة اللبنانية في الأيام الماضية بشأن عدم جاهزيتها لاستقبال النازحين من جنوب لبنان. ما زال العديد من النازحين بلا مأوى في العاصمة بيروت، يضطر بعضهم للنوم في سياراتهم في ساحة الشهداء ورأس بيروت، بينما ينام آخرون في العراء في مناطق عين المريسة والرملة البيضاء. نتابع الآن فيديو اليوم. أنا حالة الطفل أسامة محمد جرناوي، طبعا أسامة وحيد أمه وأبوه، أجاهم بعد 16 عام. أسامة مواليد 11/12/2023، مواليد حرب. أسامة فقد في بداية الحرب سيده وخاله، في بعد تقريبا شهر فقد أبوه وسته واثنين من أعمامه، وبعد تقريبا 3 شهور فقد أمه بقصف مدرسة خديجة.
تقريبا 10 ايام من ولادتها استشهد والده لأسامة، بالضبط 10 ايام هو وستو واثنين من عمامه. بعديها بتقريبا 3 شهور بين وفاة الوالد ووفاة الأم، كانت الأم بتشتغل في دار يتيم برعاية الأيتام، وكان عندهم تسليم كفالات للأيتام، فتم قصف المدرسة وهي موجودة في المكان مكان عملها. والعلم مدرسة خديجة معترف فيها من الصليب الأحمر إن هي مركز للجرحى والمصابين. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.